معا من أجل جهة ذكية، شعار معرض العقار سكن إكسبو 2017 في نسخته الرابعة، والذي نظم على مدى 4 أيام. المعرض الذي كان قد افتتح يوم الخميس بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح وكتيبة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة فاطمة الكحيل، إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين والجماعيين، يهدف بالأساس إلى جمع مختلف الفاعلين في القطاع العقاري في فضاء واحد وتسهيل التواصل بين المنعشين العقاريين على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة والزبناء المحتملين. معرض ديال العقار ديال إقلي عملت سلا اللي كتعتبر يعني محطة مهمة من أجل التواصل مع ساكنة المدينة، من أجل التعرف على أهم المشاريع السكنية اللي كاينة على مستوى المدينة وعلى مستوى العمالة بشكل عام، وكذلك أهم المنتجين ديال المواد ديال البناء، وبالتالي كيكون مجال تواصل ما بين المنعشين، ما بين الشركات ديال البناء والإنجاز، وما بين اللي كيحتاجوا السكن، خاصة وأن سلا تعتبر واحد من الأقطاب الأساسية الجاذبة للساكنة بالاعتبارات اللي كنعرفوها كاملين ديال أن التأثمنة فيها شوية مناسبة مقارنة ببقية المكونات ديال المجال ديال التجمع الحضاري ديال رباط وسلا. المعرض الذي أقيم على مساحة تقدر بنحو 5000 متر مربع تميز بتنظيم محاضرات وندوات ولقاءات بشراكة مع الشركاء المؤسساتيين، حيث شمل البرنامج العلمي لهذه الدورة مواضيع تتمحور حول جميعا من أجل جهة ذكية، فضلا عن مناقشة مواضيع تهم على الخصوص الشباك الوحيد ومخطط التهيئة لمدينة سلا وتحسين مناخ الأعمال. الموعد الرابع مع المواطن السلوي ومواطن الجهة ككل من أجل تحسيس ديال الساكنة أن اليوم المؤسسات العمومية والمحلية مجندة بجميع المؤسسات ديالها من أجل تنمية محلية حقيقية. إلى ذلك قدم المعرض العقاري سكن إكسبو 2017 الذي رهن على مشاركة أكثر من 100 عارض واستقطاب 30,000 زائر أرضية متكاملة للتبادل واللقاءات تتيح للزائرين أجوبة شاملة في أفضل الظروف حول الإنعاش العقاري والأثاث والديكور والهندسة والتجهيز.